استراتيجية المعهد والوزارة بالنسبة للتعليم الإلكتروني وأهمية التعليم الإلكتروني وتطوير التعليم والتقدم اللي بيحصل في استخدام الموبايل كوميونيكيشن أو اللابتوب في العملية التعليمية. الكلمة الثانية شرفنا الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل مشرف قوى مصر الانجليزيه اتعلم في جامعه القاهره، وزي ما شرفت ان انا اشتغلت معاه واحنا بنأسس اول شركه في الدول العربيه وفي الشرق الاوسط بتعمل الدوائر الالكترونيه الدقيقه. والحمد لله احنا بدانا الاستشارات وعمل الشركه دي باثنين مهندسين، دكتور مهندس عين شمس ومهندس، النهارده فيها 50 دكتور و 50 باحث بيحضر دكتوراه و 200 مهندس معاهم الماجستير. وبتعتبر دي طبعا من الشركات او من فروع الشركات العالميه في مجال الدوائر المتكامله. في الحقيقه الدكتور محمد اسماعيل استعرض لنا ازاي التكنولوجيا بتتقدم بسرعه قوي، وازاي خبراء في مجال الاتصالات بيعملوا الدوائر المتكامله وبيعملوا الالكترونات الدقيقه، اللي النهارده نقدر نقول ان الموبايل 4G فيه 300 مليون ترانزستور. بمعنى الترانزستور هو الجهاز الصغير اللي بيكبر الاشاره، اللي لو فاكرين اللي هو اللمبه اللي كانت في الراديو بتاع زمان، اللي عندنا في الراديو زمان الكبير او التلفزيون القديم فيه ثلاث اربع لمبات حل محلهم الترانزستور الصغير. الترانزستور ده الخبراء في مجال الالكترونات والاتصالات بيبذلوا قصارى جهدهم علشان عدد في الاجهزه يكبر قوي وفي نفس الوقت يحفظ لنا معلومات كتير. هم لما وزعوا المنتجات اللي على مستوى العالم، شركه اي بي ام عملت الاحصائيه دي، لقوا ان لو وزعوا الترانزستورات اللي في الاجهزه على سكان العالم كل واحد على الارض هيبقى عنده مليار ترانزستور. يبقى كل واحد فينا يعتبر نفسه ملياردير، بس مش في فلوس الترانزستور، من مدى انتشار التكنولوجيا. النهارده انا هتكلم على موضوع ثالث اكمل المنظومه، اللي هو طرق التعليم والتدريس في الجامعات وخاصه التعليم. احنا زي ما احنا عارفين لغايه وقت قريب وما زال حتى الان فيليب ميلر المحاضره، الدكتور بيدخل معاه القلم الفورماستر او معاه التباشيره وبيشرح للطالب. ده النوع اللي احنا اتعودنا عليه. النهارده احنا هنتكلم على استراتيجيات جديده في التعليم هتؤدي الى تعليم مثمر ومتفوق بعد ما نشوف، وبالتالي هنقدر نحصل على تعليم جيد، اللي هو من ضمن الاستراتيجيات دي التعليم. انا هتكلم على انواع التعليم، وهتكلم على نوع التعليم اللي لازم يبقى بيعتمد على النواتج من المحاضره. يعني انا هديكم محاضره النهارده، يبقى همي مش انا هقول ايه، لكن همي انتوا هتستفيدوا ايه من المحاضره. ممكن اللي انا اقوله كلام جميل قوي، ولكن الطريقه اللي هقولها بيها ما تديكوش العقيده المعظمه اللي انا عايزكم تستفيدوا. فالنهارده قبل ما بنتكلم عن المحاضره، انا عايز المستمعين او الحاضرين يستفيدوا ايه من المحاضره، وبالتالي هعمل المحاضره بالطريقه اللي تخلي الفائده بتاعتها تتعرض. وبعدين هتكلم على نظام جديد دلوقتي في التعليم، ان انا لازم المفروض ان يبقى فيه مصفوفة او خريطة بتقول انا هشرح ايه وهشرحه ازاي وهمتحن الطلبة ازاي وهيبقى في عندي نواتج للتقييم ازاي. بالنسبة لطرق التعليم، احنا عندنا المحاضرة، وعندنا اننا ندي الطلب حاجة يروح، وعندنا الاوديو فيجوال زي اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي، وعندنا الديمونستريشن، وعندنا الدسكشن جروب ان الجروب تتعامل مع بعضها، وبعدين عندنا الممارسه العمليه. الاحصائيات دي احصائيات عالميه، لقوا الطريقه اللي احنا متعودين عليها لها محاضره بيبقى في ذهن الطالب 4% من المعلومات اللي انا بقولها.
الاجتهاد اللي انا معناه اقدمها لحضراتكم هيبقى 20% بعد ما تنتهي المحاضره هو الفاضل في ذهني. اذا بعد 6 اسابيع من المحاضره دي الريتنشن او الذاكره بيفضل فيها 4% من الجروب اللي احنا شايفينه في الاول. بعد كده احنا مضطرين اننا نحدث طرق تدريسنا وطرق تعاملنا مع المناهج والانشطه. النهارده علشان نعمل بروجرام ماتريكس او المصفوفه لاي برنامج، البرنامج اللي مقصوده المقررات الدراسيه مع بعض. يعني قسم في اللغه العربيه، قسم اللغه العربيه يعتبر برنامج يقوم بتدريس مجموعه من الكورسات او المواد. لازم ان يبقى فيه معايير علشان اعد عليها هذا البرنامج. مش مجرد ان انا بدخل بكتاب او مجموعه الكتب ومجموعه المقررات ان انا اقدمها بالطبع. لازم ان انا احط برنامج، هذا البرنامج يتفق مع المهمه بتاعه الكليه ودي اساسيه كل كليه وكل جامعه لازم يبقى لها ميشن في مواصفات الخريج اللي هي عايزه تخرج. بعد كده بنجيب النواتج اللي احنا قلنا عليها الاوت كامز او النتائج اللي احنا عايزينها. بعد كده القسم بيقعد مع بعضه ويدرس ايه النواتج اللي عايز يحققها بالطبع. بمعنى كده ان مش عايزين واحد او اثنين هم اللي يقعدوا يقوموا بالموضوع، لكن ما يقوم بتدريس الماده هو القادر على انه يقول انا عايز اوصل للطالب. بعد كده بنيجي لكل مقرر يقعد يدرس هذا المقرر مجموعه من الدكاتره يقعدوا على مستوى صغير مع بعض. يبقى ده لو فرضنا النمره 2 الكليه يبقى نمره 3 الاقسام. بعد كده نيجي على الكورس ماتريكس بقى هنعملها ازاي؟ يبقى احنا شايفين مجموعات عامه بين الدكاتره وبين القسم وبين الكليه عشان يطلع القسم نفسه مؤدي المهمه بتاعته. لكن هذا الكلام بعد ما يخلص يتفق مع الستاندردز والمعايير. والنهارده اي كليه ما بتتبعش المعايير ما تقدرش تقول انها هتقدم تعليم جيد ممكن يكون في الرانكينج بتاع الجامعات. وكلنا سمعنا عن ترتيب ال 500 جامعه وال 1000 جامعه. هو جاي من النظام انه بيشوف انت عملت برنامج وهذا البرنامج كامل بالمواصفات الاليه يقدر يحطوك في الرانك. طبعا ما بنعملش الكلام خلاص نبقى اوت اوف رانك، يعني ما لناش في الجيم ده. فاي جامعه او اي كليه عايزه تتحط في الرانك العالمي لازم على الاقل تبدا بانها تحط مقرراتها وبرامجها وتدريسها بهذه الصوره. وطبعا لازم الكلام ده كله يبقى لها رؤيه ولها رساله بتؤديها وبتتفق مع الكلام ده. النهارده زي ما شفنا البروجرام الخريطه او المصفوفه اللي احنا عايزين نعملها لازم تتفق يقدر يتعامل مع موضوع او ممكن تكون بروفيشنال لو هو اللي انا بكلمه في مجال التخصص بتاعه على اساس طبعا ان هو يستفيد من هذا المجال. طبعا في شركات بيديرها اساتذه الجامعه بيبقى عندهم المهارات دي بيعملوا الكليات بتستدعيهم ان هم يعملوا كده. انما طبعا ده مش زي ان الكليه تتعلم ازاي تعمل وبعدين تبدا تعمل كورساتها بهذا الاتجاه. طبعا كده يبقى نعمل يبقى الكومبليت ليرننج باكج بتتكون من ايه بقى؟ يبقى انا لو بدرس كورس او بدرس منهج يبقى المفروض ان انا عندي وصف للمقرر، المفروض عندي الخريطه بتاع المقرر، عندي المهارات اللي انا عايز اخرجها من الطلبه، عندي الطرق اللي هدرس بيها، يعني ايه الطرق اللي هدرس بيها؟ دلوقتي انا مش كل المحاضرات بتتكرر بطريقه واحده، ممكن يبقى في محاضرات اخدها لهم مثلا زياره احد المصانع او احد الشركات نشوف اداره الشركه ايه، او يروحوا مجمع لغوي او على حسب التخصص، او في نفس الوقت ان هم يقروا ريبورت او يبحثوا على حاجه على الانترنت، يبقى غيرت الاستراتيجيه اللي انا بدرس لهم بيها، وبناء عليها احدد برضه همتحنهم ازاي، يبقى اسلوب الامتحان حتى بتاعنا ما بينميش مهارات، لكن الاسلوب الجديد بيقول لك امتحنوا بالطريقه اللي تتفق مع الطريقه اللي انت علمته بيها، لان انا في النهايه عايز مهارات مش عايز حشو معلومات، لان المعلومات لما بتخش الدماغ اذكى واحد بتخرج ما بيقدرش يعرف.